ورمضان كريم وبداية رحلة جديدة بسيطة مع حكايات الناس ورا كل باب رزق. شكرا لكل الناس الحلوة اللي دايما معانا في الرحلة، أصحاب الحكايات الملهمة. هنا البهجة كلها، خطوتين في باحة مقامها، خطوتين لدارها ودرة مكانها، خطوتين لسر أسرارها، إنك تكون جار السيدة نفيسة، جار العلوم والنسيم وطلة الكريم. عند هذه الدار العظيمة شيد مسجد وقامة ورفع الأذان، وعند عتبته طل الحبايب زمن بعد زمن، وكأنها ما زالت هنا، هنا كما كانت تتعبد في محرابها وتصل الليل بالليل. وهنا مسجدها العامر بالمحبين يتوجهون لله بقلوب محبة للخير على خطى صاحبة البيت ومن أهل البيت. في مسجد سيدتنا الكريمة، سيدتنا النبيلة، السيدة نفيسة، هذا المسجد وهذا بيتها، صح كده؟ نعم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كل سنة حضرتك طيب وخير، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. ربنا يبارك فيك. احنا بقى نبدأ من الموقع هنا، ده كان البيت الثاني لسيدة نفيسة لما جت واستقرت في مصر. نعم، السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها لما جاءت إلى مصر واستقبلها أهل مصر عند العريش، جاءت إلى دار كبير التجار اللي هو اسمه الجصاص. بعد كده انتقلت إلى دار أم هاني، قعدت عدة أشهر في هذه الدار. دورنا هنا بقى. الدار دي اللي بيسموها في الكتب المراغة. أيوه. بعض المحبين بيقول اللي أنا قرأت المراغة دي في الصعيد، قلت له لا، هي دي المقابر، القرافة دي. المراغة دي اسمها دار أم هاني. لما ازدحم عليها الناس انتقلت من دار أم هاني اللي هي في المراغة دي، اللي هي حاليا في الحسانية. أيوة. زقاق القاسم بجوار شجرة الدر، يعني انت حضرك داخل من شارع الأشراف تدخل على حتة اسمها الحسانية تسأل على زقاق القاسم. جنب زقاق القاسم على طول هي دي دار السيدة نفيسة. أنا روحت إلى هذا المكان وشفته، لكن هو الآن تغير. دي الدار الأولانية. دي الدار الأولانية انتقلت وهبها هذا المكان حاكم مصر أو والي مصر السري ابن الحكم، وتفاوض معها إن هي ما ترحلش من مصر، وإنها تخصص يومين في الأسبوع لملاقات الناس والرد على أسئلة الناس والدعاء للناس، لأن الناس لما شغلوها عن العبادة أرادت أن ترحل. وضاق الدار هناك عليها بالزحمة والزيارات. نعم. الكثيرة من أهل مصر يعني. نعم. طبعا المكان ده بيسموه درب السباع، لما نقرأ في الكتب القديمة. أيوة. درب الكتب السباع. درب السباع. الدار المكان ولا البيت؟ المكان كله. اسمه درب السباع.
وهي دي الدار، هي دي المكان اللي جلست فيها ستنا سيدنا فيسى، وهو ده المقام، القبر اللي حفرته بإيديها وجعلت عليه ستارة، وكانت تدخل تقرأ فيه تختم القرآن عشرات المرات. أنا بقول عشرات المرات دي في الصلاة يعني تفسير، لأن بعض المؤرخين يقول لك 3000 مرة وبعضهم يقول 6000 مرة، لكن تحليلي الشخصي إن هي قرأت في الصلاة، ختمت القرآن في الصلاة في هذا المكان، في هذا المقام، غير الختمة العادية، غير الختمة العادية. فلما مرضت وجاءها الطبيب وقال لها لازم تفطري، قالت له أنا بطلب من ربنا الطلب ده أكثر من 30 سنة أن يقبضني وأنا صائمة. هي انتقلت إمتى؟ في 15 من شهر رمضان في يوم الجمعة. فطبعا فتحت الستارة كده، قالت لهم هذا هو القبر الذي أدفن فيه، فكشفت وبانت وحفرت القبر ونفذت الوصية، ونفذت الوصية وزي ما يعني اتنقل لنا انها حفرت هذا القبر بإيدها بنفسها. نعم. يوم بعد يوم والد السري بن الحكم اللي كان حاكم مصر، عبيد الله بن السري بقى، لأن كان والده انتقل، هو اللي جاء بعد ما انتقلت وأقام مشهد وقبة على المقام بعد الانتقال، رحلها مباشرة، بعد رحلها بدأ يهتم بمسألة المقام دي البداية بقى. أنا هرجع للبيت ده، هنا مسجد، المسجد القديم في للسيدة نفيسة اللي احنا فيه، في كمان المسجد الجديد. اللي هو يعتبر ملحق جديد، يمكن مش من سنين قليلة، 89 سنة 89. هنا البيت اللي كانت بتستقبل فيه أهل مصر، وبتستقبل فيه كمان الإمام الشافعي. نعم. كان هنا. نعم. مين من الأسماء اللي كانت موجودة أيضا في هذا المكان؟ هو الإمام الشافعي أكثر تأثيرا وأكثر ذكرا الإمام الشافعي. يعني هي كان يرجع إليها في عظائم الأمور. وبالمناسبة هي كانت تدعمه معنويا وماديا، يعني أنا بحثت في حتة ماديا دي أكتر. إن هي كانت يأتيها الأموال وتأتيها الهدايا، فكانت توزع كل هذه الهدايا، يعني سيدة زاهدة في كل الحاجات. فالإمام الشافعي كان تعرض لبعض الاضطهاد من المالكية اللي هم المعاصرين له، فوقفت بجانب السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. وكان لما يمرض، كان عنده داء في بطنه، كان لما يمرض يأتي الرسول من الإمام الشافعي فتقول يعني يرحم الله الشافعي أو شفى الله الشافعي. في آخر مرة هينتقل فيها الإمام الشافعي إلى جوار الله، قالت السيدة نفيسة هذه العبارة للرسول: يرحم الله الشافعي ومتعه الله بالنظر إلى وجهه الكريم. الجامع هنا، المسجد، احنا اتبنى تقريبا من بس السكينه هنا غير عاديه، يعني سكينه كبيره، غير المسجد الجديد، غير ده الواحد مش عارف يتكلم اصلا. نعم. من نعم. من حلاوه المكان وحلاوه السكينه، وكل الناس عارفه طبعا. نعم. وكل يعني مريدي ومحبي السيده نفيسه في كل مكان في العالم عارفين معنى الوقفه اللي احنا واقفينها دي، يعني وقفه ايه نحسد عليها. نعم. من 120 سنة تقريبا تحول بقى المكان إلى المسجد؟ لا، هو ظل المسجد المكان ده قبة وضريح عند المقام اللي عمله مين؟ والي مصر اللي هو عبيد الله بن السري. بعد كده تم تجديد في عهد الأمير الجيوش بدر الدين الجمالي سنة اللي هو الجمالية، اللي هو النسبة إلى الجمالية. نعم. سنة 482 هجري. بعد كده تم تجديد أيضا في المقام أو الضريح في عهد الحافظ لدين الله الفاطمي سنة 532. إمتى تم عمل مسجد ملحق بالمقام؟ في عهد الناصر محمد ابن قلاوون. ده أول مسجد، ده تم عمل ده المسجد بقى هنا. ولا عند المقام هنا اللي هنا ده هنروح له؟ هو ده. يبقى من اكتر بقى من 120 سنه احنا بنتكلم. لا، احنا بنتكلم على ده اخر تجديد في الشكل اللي احنا فيه، الشكل اللي احنا فيه اللي هو من 120 سنه كام بقى؟ 714 من الهجره. الناصر محمد ابن قلاوون هو اللي اضاف مسجد الى المقام. يبقى قبل الناصر محمد ابن قلاوون كان مقام بس، ضريح فقط للسيده نفيسه. تم طبعا تطوير هذا وتجديد هذا المسجد بعد كده في عهد عبد الرحمن كتخده سنة 1170 من الهجرة.
لكنه اتحرق. اتحرق اللي بناه عبد الرحمن كانت اخته. جه الخديوي عباس حلمي الثاني بنى بقى المسجد ده. ده معناه ان في فتره طويله ظل المسجد مش موجود. لا كان موجود. يعني بعد الحريق بتاعه. بعد الحريق اعتقد ان في فتره لغايه ما اتجدد. لغايه ما اتجدد. بعد ما اتحرق اللي بناه عبد الرحمن كانت اخته. فالخديوي عباس حلمي الثاني بناه، وهو اللي عمل بقى مقصوره من النحاس، من النحاس اللي تم نقلها بعد المقصوره الفضيه الى سيدنا ابن عطاء الله السكندري. يعني فين المقصوره بتاعت ستنا السيده نفيسه؟ دي اتنقلت امتى بقى؟ اتنقلت اثناء التجديد. في التجديد ده اتنقلت راحت لابي عطاء السكندري، لسيد ابن عطاء الله السكندري. وده يعني بيتوضب دلوقتي او بيتجدد دلوقتي. لكن لها فخمه ولها عظمه ولها جلال ولها هيبه المقصوره النحاسيه. اكيد كلنا طبعا يعني احنا نفسنا تعودنا عليها فتره. الحدود بتاعت المسجد كانت هي كده ولا كبرت؟ يعني في كل تجديد او كل بناء تم عبر هذا التاريخ. هو ده اخر حدود. ده اخر حدود دلوقتي موجود. في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني. اكيد كان في هنا في توسعه حصلت ساعتها. يعني اكيد كان المسجد اكيد كان اكيد ممكن يكون كان اقل من كده. لانه طبعا عمل المشربية دي توالى هنا كثير من يعني من المقرئين الكبار زي ما كانوا بيقروا في سيدنا الحسين. نعم. سيدة زينب. نعم. وهنا كثير من المقرئين. نعم. الكبار وكثير من الأئمة. نعم. تولوا إمامة المسجد. نعم. زي مين بقى؟ الشيخ الرزيقي طبعا. كان من ضمن قراء الإذاعة. وأنا أثناء الدراسة ما كنت طالب جيت والتقيت به هنا في هذا المكان. وبعده جي طبعا الشيخ محمود الخشت هو الحالي. بعده بعده ممكن يكون حد جي في الفترة. يعني خد مثلا فترة قليلة، لكن القارئ المعتمد كان هو الشيخ الرزيقي. القارئ البعد المعتمد هو الشيخ محمود الخشت. وقبل كده بقى من مشايخ الكبار؟ لا قبل كده مش متذكر. الشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري، كل دول حد مر على سيدنا الحسين. مر على سيدنا الحسين. نعم كل الكبار. كل الكبار مروا على سيدنا الحسين. نعم. يعني حتى يعني الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود. والشيخ رفعت. والشيخ رفعت. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. نعم. كل والمناسبة مجموعة قبر الشيخ رفعت قريب من هنا، قريب جدا من سيدنا نفيس. قريب من هنا عند موقف الأتوبيس هنا. مسجد السيدة نفيسة من أول كده ما تبدأ تطل من أول مدخل هنا كده تحس أنك أنت انتقلت إلى عالم تاني، عالم روحاني تاني. هو طبعا مساجد آل البيت عموما لها مكانة في قلوب المصريين، وخاصة مسجد السيدة نفيسة، لأنه طبعا إحنا عارفين السيدة نفيسة أحبت المصريين وأحبها المسلمون، والمصريين حبوها وأبت إلا أن تدفن. يعني لما عرض عليها أنها تدفن في البقيع أبت إلا أن تدفن
هنا في 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 أرض مصر المحروسة. فمقام السيدة نفيسة، خلوة السيدة نفيسة، مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بيحظى بقبول لا له مكانة خاصة عند المصريين. الخلوة مش هنا، لا الخلوة في المقطم في مقابر التونسي في المقطم مظبوط، قريبة في الجهة المقابلة لمسجد سيدي ابن عطاء الله السكندري اللي هو برضه احنا هنعمل له ان شاء الله زيارة ان شاء الله. ان شاء الله رحلة يعني هنا كان بيت سيدة نفيسة والخلوة في المقطم. كانت في رحلة احنا ما نعرفهاش كده، رحلة يومية ولا الخلوة دي كانت بتحصل في مثلا في رمضان بس؟ رضي الله عنها كانت سيدة فاضلة، عالمة، فقيهة، عابدة، زاهدة. فيعني أنا أظن أن الخلوة كانت المكان الذي تأوي إليه حينما تريد أن تختلي بربها تبارك وتعالى، وربما تكون اختارت هذا المكان من أجل هذا الغرض وهذا الهدف، أنها يعني الحقيقة يعني تبقى مع الله عز وجل في هذا المكان. خطوات أهل البيت في مصر خطوات أنا دايماً بشايف أنها محتاجة أننا نوثقها أكتر وأكتر وتبقى موجودة عندنا، يعني دليل لرحلتهم في مصر، وخاصة ان احنا تقريبا بنتكلم في دايرة صغيرة يعني هنا أكيد من هنا للسيدة زينب. اكيد الكلام ده موجود وموثق، وعايز اقول ان مصر محفوظة يا رب بحفظ دايما الله عز وجل، محفوظة بوجود آل البيت فيها، محفوظة بناسها الطيبين الحمد لله يا رب. ربنا يخليك دايما واشكرك وشكرا على الدعوة الكريمة ورمضان كريم. كل عام وسعادتك طيب، وانا سعيد بهذا اللقاء، بشكرك وبشكر السادة المشاهدين. الرحيم. تفضل 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 تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مقام ستنا نفيسة. الممر ده ممر مهم جدا اللي احنا جايين منه ده، احكي لي بقى. الممر ده يعتبر اقرب شيء لسكن وخلوة السيدة نفيسة الحقيقية، الممر اللي المكان اللي كانت بتتعبد فيه. وطبعا أهل الله لهم حكايات عجيبة في هذا الممر، دايما يسألوا عن هذا الممر ويحبوا يجلسوا فيه. لكن احنا مش عايزين نقول أكيد أكيد، لكن ده أقرب مكان، ده أقرب مكان لمقام ستنا نفيسة. المقام هنا ظل مغلق شوية. نعم. مين أول حد بقى عمل المقام قلنا؟ أول من بنى قبة، فوق مقام ستنا سيدنا نفيسة في نفس المكان ده، هو الوالي مصر عبيد الله ابن السري. المكان هنا الحدود بتاعتنا هنا ايه؟ ده بقى المكان اللي ظلت سيدة نفيسة في أيامها الأخيرة. نعم. يعني اللي هي الجزء اللي كنا دخلنا على شهر رمضان. نعم. تتعبد فيه، وأعتقد أنها كانت ما بتشوفش حد غالبا. يعني هي غالبا طول النهار صائمة، تتلو القرآن في الليل في قيام الليل، لأن هي ليه حافظت على قيام الليل؟ حتى بنت أخيها السيدة زينب بنت يحيى المتوج بالأنوار كانت تقول لها: ألا ترفقين بنفسك؟ يعني لما كانت تراها تظل طوال الليل إلا قليلا، طبعا يعني إلا قليلا كانت بتنام بتستريح تقوم الليل. لما ذهبت إلى مقام سيدنا إبراهيم الخليل نامت بجوار مقام سيدنا إبراهيم، فرأت في الرؤيا أن الخليل رضي الله عنه وأرضاه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول لها: أبشري يا ابنتي، أبشري يا ابنتي، فأنت عند الله من الصالحات القانتات. وأوصاها بتلاوة القرآن وبالتحديد سورة المزمل. سورة المزمل قالوا هي إشارة إلى قيام الليل، لأن سورة المزمل كلها بتتحدث عن قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. كل السورة معظمها من البداية إلى النهاية تتحدث عن قيام الليل، كانت دي الإشارة والبشارة. نعم.
احنا ممكن نشوف الجزء اللي ورا هنا برضو. يعني الزيارة هنا جميلة الحمد لله. هذا الركن الأيمن ده بالذات فوق رأس السيدة نفيسة هنا. يعني من تحت يعني السيدة نفيسة نايمة كده واخد الوضع ده كده متجهة للقبلة. فهنا كده اتجاه القبلة كده اتجاه القبلة كده اتجاه القبلة. فهنا بالضبط تحت هذا الركن الأيمن من تحت رأس الشريف لستنا السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. لأن هي نايمة كده على جنبها الأيمن كده متجهة إلى القبلة. ده كان يعني مدون في حاجات وصلت لنا في طبعا أيوة طبعا. فاللي بيأتي للزيارة المفروض أنه يكون مقابل للوجه. فالأفضل أنه يقف هنا كده. يبقى وجهه فين؟ في وجه السيدة نفيسة رضي الله عنها. لأنه جاي يزورها يعني. دي زيارة زيارة جميلة في بيتها يعني. وطبعا في اداب للزياره ذكرها ايوه لنا بقى الاداب ده مهمه جدا. ان احنا ندخل الى هذه المقامات في سكينه وفي صوت وفي طمانينه وفي ادب وفي التزام بالشرع. لان اهل البيت بيحبوا الالتزام بالشرع ويحبون الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان اهل الله يقولون اذا دخلتم الى هذه المقامات قولوا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. اللهم زدهم تشريفا وتعظيما. آمين. وزدنا بزيارتهم مغفرة وأجرا عظيما. آمين. هنا مدخل البرزخ. نعم. ناس كتير طبعا ما تعرفش يعني هنا في ايه. ده مدخل البرزخ الشريف يعني اقرب مكان للجسد الشريف لستنا السيدة نفيسة رضي الله عنها. البلاطات اللي هنا دي شايفينها البلاطات دي هي دي. وهنا ده موضع القبلة. ده ما كانش هنا مكان السيدة. لا هم اعتادوا ان هم ما يعملوا القبة مع الضريح ان يعملوا قبلة واتجاه القبلة فين. فده أقرب مكان للجسد الشريف للنزول إلى الجسد الشريف. وكان هنا كل ده المكان جزء من البيت برضو بتاع سيدة نفيسة. وقلنا ده الجزء اللي هي كانت تحب إن هي نعم هي لأن هي وهي في مرض الموت شدت الستارة وبينت القبر قالت لهم أنا أدفن في هذا المكان. يبقى إذن هذا الحفر وهذا المكان كان قريب جدا من مكان الخلوة والعبادة ومن البيت. يبقى إذن ده داخل البيت بتاع السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. أنا هترك ليك بقى الكاميرا يعني أكيد في دعاء دائم بنقوله بقى للسيدة نفيسة. هترك ليك الكاميرا وإحنا معك إن شاء الله. هو يعني كان في دعاء للسيدة نفيسة كانت تقول فيه كم حاربتني شدة بجيشها فضاق صدري من لقاها وانزعج حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج. يعني دي من الأدعية والمأسورات التي أسرت عن السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها. ربنا يتقبل دائما يا رب. يا آل بيت رسول الله يحبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. Yeah.
نفسك الراضية في ستر وصحة مش في الماء في حرفة في كلمة أو الصنعة بتعملها بطول البال.